فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تاجر الولي بمال الموصى له بقصد تنميته لكن هذا المال خسر، فهل يضمن الولي هذا المال؟ لا، ما إذا لم يفرق ما يضمن، هو يريد الخير، يريد التنمية، يريد الخير، فإذا خسر أو تلف ما عليه. نعم، لأنه محسن. الله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.